السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير، أموركم بخير دائما وأبدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم على بركة الله حبيت نشارك معكم طريقة ديالي في تحضير الخبز. هذه الطريقة هذه كنعملها في حالة ما كيكونش عندي يعني الخبز وكيكون وقت ضيق. طريقة سهلة وبسيطة وما كتحتاج نهائي للمجهود. ما عليكم إلا تبعوا الطريقة و المكونات مع بعض. غادي نحتاجو على بركة الله كمية من الدقيق، هنا تقريبا عندي واحد 600-700 غرام ديال الدقيق، ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة، خميرة ديال العجينة، والماء الدافي، إضافة الملح بطبيعة الحال، الملح كتبقى حسب الذوق. وبالنسبة للسكر هنا كنعمل فقط السكر التسريع، يعني تخمار ديال الخبز، يعني ممكن أنكم تستغنيوا على السكر. كنخلط المكونات مع بعض وكنعجن العجينة ديالي. العجينة هنا البنات كتكون عجينة جارية تقريبا بحال ديال السفنج، يعني ما كتكونش العجينه قاصحه كيف يعني حنا متعودين عليها. وكما قلت لكم هذه الطريقه هذه سهله وبسيطه وما كتحتاجش الوقت بزاف، ويعني كتقولي مثلا تسني العجينه تخمر وتقرصيها وعاوتاني تطلع لك شويه وتدخليها للفران، وهذا هذه العجينه يعني في واحد اقل من 10 ديال الدقائق كتكوني وضعتيها يعني في اللاطه ديالها، اقل يعني صافي، يعني ساليتي العجينه ديالك والتقراص ديالك وكل شيء، كيبقى غير الطياب ديالها. هذا هو الشكل ديالها البنات. هاد الكميه هذه اللي قلت لكم ديال 600-700 غرام كتكفي للصينيه ديال 25 سنتيم على 25. كناخذ الصينيه وكندهنها بالقليل من الزيت وكنفرغ فيها العجينه ديالي. هاد 700 غرام او 600-700 غرام كتعطيكم سمك ديال الخبز، ما كيكونش عالي بزاف ولكن كيكون سمك مزيان بالنسبه للناس اللي يعني بالنسبه للغداء والعشاء بحال هكذا راه كيكون مزيان. كنسرح العجينه بهذه الطريقه في الصينيه كما هو موضح، وهنا كندهن الخبز ب يعني ممكن تدهنوه باللي بغيتو، سواء الحليب وشويه ديال النسكافيه او بالنسبه او اصفر البيض مع القليل من عصير الليمون الحامض، يعني لكم الاختيار. وممكن حتى انكم ما تدهنوهش نهائيا، هذا فقط باش انه يعطيكم واحد اللون اللي هو جميل، لون ذهبي. كناخذ سكين كندهنو بالقليل من الزيت وكنقسم هذا الخبز هذا لأربعة باش نحصل على 4 ديال الخبيزات، يعني كان هنا الخبز كنحصل عليه خبز مربع. هذا هو الشكل، يعني عوض انني نجلس ونبدا نقرص في الخبز. كما قلت لكم هذه الطريقه هذه ما كنعملهاش دائما ولكن كنعملها في حاله ما كنكون في حاجه، مثلا الخبز ما كيكونش باقي عندي الخبز وما كيكونش او عاوتاني الوقت، مثلا كيكون عندي روتين ثقيل شويه ديال النهار. هذه هي الطريقه اللي كنعمل، وكنتهنى بمره من الخبز. كنعمل فقط خطوط عشوائيه، انا هنا كنعمل بالفرشيط كما هو باين لكم، وكنخليها حتى كتخمر وكندخلها الفران. ممكن انكم تزينوا الوجه ديال الخبز باللي بغيتوا، هنا زينت بالزنجلان والحبه السوداء، وكما كيبان راه الخبز كيتقسم كتحصلوا على 4 ديال الخبيزات بهذا الشكل. هذا حقيقه طريقة سهلة بسيطة والخبز كيجي رطب بزاف. حتى البنات اللي ما كيكونش ناجح معهم الخبز هاد الطريقة راه يعني غتكون ان شاء الله الرحمن الرحيم ناجحة مع البنات اللي ما كيصدقش لهم الخبز. كنتمنى ان هاد الفكرة تعجبكم وانكم تجربوه بمشيئة الرحمن. شكرا لكم البنات وشكرا على متابعتكم.